فولي بول كرة الطائرة مشهورة أكثر. أسسنا نحن النادي، أنا وخيي وخيي ثلاث إخوة كنا بمنتخب لبنان، كان مدربنا الله يرحمه أنطوان شارتييه. أسسنا النادي أدونيس بجبال ولعبنا بنادي عمشيت، يعني انشهرت عمشيت من وراء النادي. كنا بتذكر بمنتخب لبنان لعبنا كثير مع دول، وضمن لبنان ضمن منتخب نادي أدونيس اسمه بجبال، كانت العالم تروح وقت اللي يقولوا نادي أدونيس بده يروح يلعب. بتذكر مرة لعبنا بجباع الحلاوي الساعة 4 الصبح، 4 الصبح، وكان على طول نحن كنا في درجة أولى، كنا من المميزين بهذا النادي. وكنا طبعا ثلاث أخوة من أصل ستة، وكان صهري معي، صهري اللي كان خاطب أختي، يعني كنا 4 من أصل ستة بهذا النادي. لعبنا بكل لبنان، بس لعبنا رياضة، ما لعبنا اختلفنا مع بعضنا، ولا لعبنا بوكسات ولا لعبنا مصارعة. ده ساهمت للرياضة، يعني من خلال مشاركتك ده ساهمت بتنمية شخصيتك، كانت العسكرية ولا السياسية؟ طبعا طبعا، الجسم السليم أو العقل السليم في الجسم السليم. لما أنا فت على المدرسة الحربية كمان تابعت الرياضة، وكنت من المجلين بفرق الباسكتبول، بالبينبون، كنت بالهاندبول، بالفوليبول، بس الشغلة الوحيدة اللي ما مارستها هو الفوتبول، لأنه ما كان في مجال بهديك الأيام، وما كان عنا يمكن الوسائل إنك أنت تلعب بهاللعبة. يعني معنا اللعبة الشعبية الأولى، هي اللعبة الشعبية العالمية هلأ موجودة طبعاً، وقت اللي بتحكي أنت بنطاق العالم ونطاق الدولة وبتشوف قديش بيكلف. وهون بدي احكي شغلة، انه نحن كنا ندفع للنادي، انا كنت ادفع 10 ليرات بالسنة اشتراك للنادي ادونيس، بينما ولو كنت بهالايام انا وبهالعمر الصغير اللي انا فيه وبهالقدرة اللي كنت فيها كنت انا طلع مصاري. هلا بالعكس، هلا صار لعيبة بيشتروا من النادي. نحن ايامنا كنا نشتري النادي لحتى نستمر. تعتقد مع دخول المال اللعبة اختلف الانتماء؟ أكيد أكيد، صارت مهنة، صارت وظيفة، ما بقى عندها يعني بتلاقي اليوم في واحد بيلعب بفريق الحكمة، تاني يوم تلاقيه عم بيلعب بالرياضة اللي بيدفع له أكتر. طبعا ما بقى عندها هالروح اللي كان قبلا. قلت لك نحن كنا ندفع، أنا كنت أدفع أنا وخي وخي 30 ليرة بالسنة اشتراك بالنادي غير أعضاء النادي، ونحن لاعبين. تابع كرة القدم من وقت لآخر؟ من تبعها من وقت لآخر بتبعها طبعا. مين بيشجع مع الوزير؟ هلا ليك أنا بدي لك شغلة، بلبنان أخدي طابع طائفي وطابع كل لعبة الألعاب الرياضية، إن كانت باسكت أخدي طابع طائفي بشجعوه، علما بأنه بكل فريق فيه من مختلف الطوائف. هيدي اللي منا مستحبة بقى، والمنظر اللي شفناه آخر مرة بين الرياضة والحكمة مش مقبول بقى، ومش لذي إنك أنت تعمل ماتش ما يكون في جمهور. طيب وهالجمهور بدل ما يكون ياخدوا الموضوع بروح رياضية، ما اسمها رياضة، بياخدوها بروح طائفية، بياخدوها بروح مناطقية، بياخدوها بروح ما بعرف كيف، بتخلق المشكل. ومش بس هيك، وبيظهروا لك المثبت، وبيظهروا وبتفوت الأنبياء بالنص، ويا لطيف بيخلط الحبل بالنابل. يعني عيب بقى انه نوصل لهالمرحله، يعني ليش هالبلد بدل ما ننبسط ونهني اللي ربحان ونقول له للخسران جود لك بكره انت ان شاء الله يجي دورك، لسوء الحظ. ما بتحس هون انه الخلافات السياسيه لها دور؟ يعني اليوم كل ما يكون الاحتيال السياسي اكبر، كل ما يكون الاحتيال الرياضي عم بيصير اكثر. ايه اكيد، اللاعبين والخلافات اللي برا على الملعب اكيد. ليك في الاحتيال السياسي سبب من الاسباب، الاحتيال الطائفي سبب من الاسباب، واهم سبب اللي بيخلي فريق يربح على فريق هو الامكانيات الماديه يلي موجوده بهالفريق. بيشتروا لعيبه من برا، بحق لك بالثلاثه او اربع لعيبه باجانب، اللعيب المنيح بيدفعوا له اكثر، اللي عنده مقدره، النادي اللي عنده مقدره بيجيب اللعيب المنيح بده يربح. ف
فإذا دخلت التجارة دخل المال بالربح، ودخل الطائفية والمناطقية والأحزاب بالخلافات. اليوم مين تشجع بالباسكت؟ نعرفك إنه عندك بجبال اليوم عندها ممثل للفريق، بس معال الوزير بيشجع فريق مدينته أم؟ ديك صدقني رح تقول بيحكي أنا بشجع لأني أنا رياضي، أنا رياضي بشجع اللعب الحلو، عم بحكيك جاد. إنه أنا إذا فريقي ما بيلعب منيح بسب وبعيط ويا لطيف إنه ما ربح، طيب ما ربح، بشجع اللعيب المنيح، بشجع اللعب الحلو، وبتمنى لفريقي إنه يكون مميز، يكون الأول، بس يكون عنده الإمكانيات إنه يعمل اللعيب الأول. ما قلت لي مين عم تتابع كرة قدم؟ لك عم تتابعهم كلهم، عم أجد عم تتابعهم كلهم، وآخر مرة كان في العهد هو والنجمة. يعني بزعل وقت ما بتلاقي في جمهور، وبزعل وقت بيكون في جمهور بتقوم لقيامة. تخيل ليش؟ بعدين النادي بيتغذى من البطاقات اللي بيدفعوها ليفوتوا يحضروا. أكيد أغلب الأندية اليوم بتعتمد على. طبعاً. ما في مصاري. ما في مصاري طبعاً. وقتها كنت وزير داخلية تم منع الجمهور لأكثر من. أنا منعته مرتين. شو سبب منعه كان؟ لأنه كنت يجيني معلومات إنه بدهم يختلفوا جوا. شو نحن جايين نلعب رياضة ولا جايين نقتل بعضنا؟ تجيك شكوى أمنياً أما مثلاً أحد النوادي كان. لا معلومات. معلومات أمنية كنت تجي وكنت امنعهم. بس معالي الوزير ما بتعتقد ان انتم أمنيا كنتم مقصرين شوي بتأمين حماية الملاعب او حماية الجمهور تحديدا؟ ليك بدي لك شغلة، في حل من اثنين، في حل من احكي بكل صراحة، او بدك تمنع الجمهور يفوت، او بده يكون عدد العسكر اكثر من عدد الجمهور. طيب هلا جاي انت تنبسط ولا جاي تشوف عسكر؟ ما بيصير، لازم هو الجمهور يكون عنده اخلاق، يكون عنده روح رياضيه، جاي ينبسط يقضي هالساعه يشوف ماتش حلو، نزقف للي بيربح مشان جريمه. طيب اذا خسر اليوم بيربح على بكره، شو منا هالمشكله؟ يعني مع ايامنا هيك كنا. شيء بيتعلق بالثقافه الكرويه. اكيد ما كانت على ايامنا هيدي حقيقه، ما كانت على ايامنا. أنا مرة قلت لك لعبنا وأهالي جباع الحلاوي بجنوب الساعة 4 الصبح لعبنا فولي بول، كانت الأهالي هيك ناطريننا ليشوفوا مين نادي أدونيس. صار معكم بس لعبتوا بهالوقت؟ ربحنا. بس ليه لعبتوا بهالوقت؟ لأنه كان عندنا ماتشين، مرة بالبترون واحد وكان عندنا بجبيل واحد، واضطرينا نتأخر لحتى نوصل لهونيك، وهونيك طلبنا أنه نأجلونا، قال لا نحن ناطرينكم، وحضرنا الملعب وحضرنا بينا للساعة 4 الصبح. اليوم إذا نعرض عليك العودة للحكومة من بوابة وزارة الشباب والرياضة بتقبل المهمة؟ ليك ما في مشكلة وزارة الشباب والرياضة هي وزارة الثقافة وإدارة الحضارة. يعني فيك إنك أنت تقوم بدور كتير مهم، تثقف الشباب، تقدر تعمل حوارات أنت وياهم، تنتقل على المدارس تحكي أنت وياهم، بالجامعات تحكي أنت وياهم، تعمل إكيبات من ضمن الوزارة يروحوا وينشروا الثقافة الرياضية. شغلة حلوة الرياضة حقيقة، شغلة حلوة. هون بلبنان ما في هالمشاكل اللي عم نشوفها هلا. آخر ذكريات تنتركت لقليل المشكلة اللي صارت بين بالملعب امبارح بين الرياضي والحكمة، بتمنى انها ما بقى تصير، لانه عيب. بكفينا داعش والغبراء، بعد بدنا داعش جوا بقلب الملعب. شو اكثر مشكلة واجهتها رياضيا خلال توليك حكم وزارة الداخلية؟ بين الحكمة والرياضي. تمام. بالسلسلة مش معقول يعني سم وزيت اذا فينا نقول تحت سقف واحد. امرار كرة القدم بشحطة قلم بمنع جمهورها بكثير مباريات، كرة السلة بيتاخذ قرار بالمنع، فجأة بنرجع بنشوف الابواب فتحت. ليك انا رح اقول لك شو السبب. انا كنت انطر التقارير الامنية اللي كانت تجي، وكنا نتأكد منها. طبعا كانت تجيني قبل باسبوع، ولما نتأكد منها لا انا افضل اني امنع الجمهور من يقتلوا بعضهم جوا، بكفينا اللي فينا. بس كرة القدم كانوا بعاد عن بعض، وما رغم ما لك لك انا عم بحكي عن كرة القدم. حقلك ليش متعصب لها؟ بعرف حقلك ليش. صحيح بعاد عن بعضهم،
بس الكلام النابي اللي بيجيبوه اللي بيحمل هوبرلور بفوت بيصر بيسبوا بعضهم وبتوصل لمسبة بطال كل طائفة هذا بيسب لطائفة معينة وهديك بيسب لطائفة معينة حتى بآخر شيء بيوصلوا يسبوا أمات بعضهم وبيات بعضهم وبيسبوا أحزاب بعضهم لك عيب بقى ما إنه مقبول بقى هذا بس بتصير الأمور يعني حتى بأغلب الدول المتحضرة إذا فينا نقول بأكبر دول العالم إذا فينا نحكي إيه طبعا مانشستر ليفربول أكبر فريقين بإنجلترا جمهور ليفربول بيغني غني بيشمت بوفاة فريق مانشستر بحادثة طائرة بتصير بكل الملاعب بتصير بس ما بيروح بس ما بيروح 23 قتيل مثل ما راح بمصر لا يسمحوا لنا كمان بس نحن ما بيروح جرحى حبيبي اذا فلتنا على بعضهم بتتفرج بيروح اتلم الجرحى فلتنا على بعضهم بلا هذا اللي بيخوفنا نحن انه خلينا تصير مثل ما صار بمصر كم قتيل امبارح راح بمصر